شكرا لك يا دراغون فلاي. إن الرياح قوية جدا في إيرلندس اليوم. يبدو أنك فطرت قلبه إيفكس. طلب مني أوراك المجيء إلى هنا من أجل موضوع البلاو. أمن مشكلة؟ أردت أن أحذركم. من دراد وينك؟ لا، بل من شيء أخطر من هذا بكثير. سيحدث كسوف كامل للشمس، وسيكون الأول في هذا الألف الجديد. كسوف؟ ماذا يعني هذا؟ يحدث عندما يحجب القمر نور الشمس فتحل الظلمة على الأرض كلها. منذ ألف سنة لم يكن الكسوف مؤذياً، إذ كان ظاهرة فلكية تتسبب بارتفاع مد البحر وبتغيير بسيط في الطقس، وتحرك فضول البشر للمعرفة. ولكن معالم الأرض تغيرت. ولهذا أحذركم، بسبب وجود البراكين الموقوتة وورب ويندز وتغيرات الطقس الجذرية، لا يمكنني أن أحلل ما قد تكون تأثيرات الكسوف الكامل على عالمنا. لا يمكنني الانتظار أكثر. بعكس أنا. لا تقلق يا أبي، سنعود إلى هنا بلمح البصر. أنا أثق بكلامك. إن برك البلور فارغة تماماً، أنا لا أرى أي قطعة بلور. قوة الرياح تزداد، لعله لصالحنا أن نعود قبل كسوف الشمس. ولما ننسحب إذا ما ازدادت الرياح؟ مستحيل. أرفض العودة إلى إيرلندس فارغ اليدين، اتبعوني وخذوا مني مثالاً. أتدرك خطورة تصرفاتك يا بيك؟ أجل، ولكنها ضئيلة. انظر. يا له من يوم مؤثر! كم أحب صوت الرعود وضوء البرق والرياح المجنونة! الأرض تغرق في بحر الظلام! ماذا يتمنى المتحول أكثر من ذلك؟ إنهم الدراغون فلايز. أجل، صحيح، رؤوس دراغون فلايز الأربعة. عندها يصبح هذا اليوم الأفضل في التاريخ. يشعر بلايزوين بوجود باللوري أمبر قريباً من هنا. تشير الشاشة إلى هناك نحو الشرق. ثمة نهر حمم خطر في تلك المنطقة، ولا يمكننا الطيران بسبب الرياح، فلنضع البلور على ضفة النهر قبل كسوف الشمس. الآن بدأت تتكلم لغتي، هيا بنا. لا يوجد بلور هنا. لا أفهم، لم يخطئ بلايز قط. ما العمل إذن؟ سندافع عن أنفسنا. وهكذا يحترق المكان كله.
إلى الأعلى يا ستور، إلى الأعلى. أحسنت اللعبة يا أخي الصغير. تظنين أنني ألعب؟ ابق معي الآن. أؤيدك في الرأي، فلنرحل من هنا بسرعة. سأتبعك في الحال. اهربوا يا دراغون فلايز، اهربوا، انجوا بحياتكم. بحسب توقعاتي فسوف تواجهون رياحا عنيفة يا دراغون فلايز. إن الظلمة الأبدية المسيطرة تطالب أن تتم العدالة. ما هذا؟ فلنذهب من هنا، اتبعوني لنستغل هذا الوضع. دراغون فلايز إلى الأعلى. ريبتور كن أنت قائد التنانين، ستطيرون وحدكم الآن. سيتبع فرايت التنانين. انسى أمر الحيوانات أيها الأحمق ودمر دراغون فلايز. أريد محوهم من الوجود الآن. انظروا، فلندخل من هنا. حسناً فلايز، احرصوا على إبعاد دريدوينغ بينما أتأكد من سلامة هذا الباب. أنت أبعد مخالبك عني. سيمنحنا هذا بعض الوقت، والآن فلنستكشف ماذا يوجد في الداخل. سيكون خوفهم سبب موتهم. بلاك هارت يختبئ حلمي وراء هذا الباب. دمر. هيا. أهلا بكم أيها الغرباء، أترغبون في أن تدخلوا؟ ما هذا الصوت؟ من هذا؟ لا أعلم ولا يهمني ذلك حاليا، فليقل أحدكم نعم. نعم، نريد الدخول. ادخلوا من هنا، انتهت رحلتكم، تنتظركم مكافأتكم. ما الذي يعنيه بهذا؟ لا أعلم، ولكن من المؤكد أنها أفضل بكثير من مكافأة دراد لنا. هيا.
هذا هو المكان الذي شعر به بلايز ويند. البلور الموجود هنا يكفينا لمئة سنة. أجل، لقد فزنا بالجائزة الكبرى. رائع. أجل، ولكن كيف تصبح بين أيدينا؟ أهلا بكم، انتظرنا وصولكم مدة طويلة جدا، لقد عدتم إلينا. المعذرة، ولكن هل تقابلنا من قبل؟ الإنسان هو الذي صنع آلات سدك وأنتم بشر. أجبر البشر على المغادرة من هنا فتركوا الأرض وعاشوا في مدينة ضعيفة تحتاج إلى البلور كي تصمد. هاي، هذه المركبة تشبه إيرلاندس. استخدم البشر قوة الرياح الصادرة عن الكسوف كي يبقوا فوق ووربولتز، ولكنهم علموا أن حفدتهم سيعودون إلى هنا عندما تسيطر الغربة على النهار، فتركوا المكافأة معنا كي نحميها إلى ذلك الحين. أنتم الحفدة؟ أجل بيك، سبق أن نجحت هذه الحيلة. فليقف أحدكم إذن داخل الدائرة. بيك، لا تقترب، دعني أدخل أنا. يقوم الحاسوب بمسح المعلومات الجينية والجزيئية الخاصة بالحفيدة. ماذا تفعل بها؟ أهلا بكم أيها الغرباء، أترغبون في الدخول؟ لقد انتهت رحلتكم. لا، بل بدأت للتو. حررها الآن. فشلت في المسح. أنتم لستم حفدة الصانعين، بل أنتم أعداء الصانعين، أنتم المدمرون. مدمر آخر. يبدو لي أن سمعتي تسبقني دائما. يجب أن يتم قتلكم. اقتلوهم، اقتلوهم، اقتلوهم. سيطلقون النار. دراغون فلاي، إلى العلا. سمت. المكان يزدحم أكثر فأكثر. درامان، هجوم! فلنبحث عن إيباكس. هيا بنا نخرج من هنا. اتبعوهم. إيباكس، اصبري، سنجدك. إيباكس، إيباكس، أين أنت؟ لست متأكدة من مكاني، ولكنني بأمان. سوف يؤلمه ذلك. هذا دراد وين؟ سوف يتخلص منهم. أيمكنك مساعدتهم بطريقة ما؟ كما تريدين صانعتي. أودعكم بكل حرارة يا دراغون فلاي. احذري أيتها الصانعة، فهم أقرب إلى المدمرين. قد يكونون مشاغبين أحياناً، سأتكفل بالأمر. ماذا فعلوا بك يا إيباكس؟ لا شيء،
قاموا بالمسح وقالوا إن النتيجة تتطابق مع مهندسي المكان الأصليين. يبدو أن النساء هن اللواتي صنعن الآلات والرجال مصنفون في فئة المدمرين. ولكن اسمع إيبكس، سنندرج في فئة الأموات إن بقينا هنا. فلنأخذ ما نحتاج إليه من قطع البلور قبل أن نغادر المكان، هل تسمح؟ كل شيء موجود هنا هو ملكك أيتها الصانعة. لا تزال تفطر القلوب، أحبها من النظرة الأولى. هكذا لا أضيع الوقت الثمين بالمواعدة. تأمرك الصانعة بأن تقودها إلى المخرج الآن. نحن نطيع الصانعة. قد أعتادوا العيش بهذا الشكل. فلنرى كيف ستتعاملون معي يا دراغون فلايز. إنه الحصن، سوف يعود إلى داخل الأرض. محاولة فاشلة. أنا آمركم، سوف أدمر كل متحول يحاول الانسحاب. دكتورنا فرايد، ألم تسمعني؟ سوف ترون يا دراغون فلايز، يوما ما سأقتلكم، وفي ذاك اليوم سوف أنا أكون الحاكم. أظن أننا لن نعرف أبدا سبب خوفهم. قد تعرف الجواب، اقرأ ما كتب على البلور. كانوا يعلمون أن البلور سيكون خلاص البشرية. لقد بدأوا بجمع البلور في ذاك المكان من أجل حفادتهم الذين سيجدونه يوما ما. لم يكن أجدادنا عاديين، بل نبلاء. حصن البلور الكبير اختفى إلى الأبد. لا تأسف على بلور ضاع من أيدينا يا بيك، فهو منذ البدء لم يكن لنا. فلنترك هذا المكان، لقد اكتفيت اليوم من أحداث الأرض القديمة. نحن نضيعك دائما يا إيباكس. كفاكم سخافة أيها الشباب. In the future all of us shall know men once walked upon the earth below. Shall know men once walked upon the earth below. Now we fly at mega height. Long live our land, is flight is might. Dragonflies maximize, fly forever through dragon skies. When Dreadwing and his great
تغيرت. ولهذا أحذركم، بسبب وجود البراكين الموقوتة وورب ويندز وتغيرات الطقس الجذرية، لا يمكنني أن أحلل ما قد تكون تأثيرات الكسوف الكامل على عالمنا. لا يمكنني الانتظار أكثر. بعكس أنا. لا تقلق يا أبي، سنعود إلى هنا بلمح البصر. أنا أثق بكلامك. شكرا لك يا دراغون فلاي، إن الرياح قوية جدا في إيرلندس اليوم. يبدو أنك فطرت قلبه إيبكس. طلب مني أوراك المجيء إلى هنا من أجل موضوع البلاو. أمن مشكلة؟ أردت أن أحذركم من دراد وينك. لا، بل من شيء أخطر من هذا بكثير. سيحدث كسوف كامل للشمس، وسيكون الأول في هذا الألف الجديد. كسوف؟ ماذا يعني هذا؟ يحدث عندما يحجب القمر نور الشمس فتحل الظلمة على الأرض كلها. منذ 1000 سنة لم يكن الكسوف مؤذياً، إذ كان ظاهرة فلكية تتسبب بارتفاع مد البحر وبتغيير بسيط في الطقس، وتحرك فضول البشر للمعرفة. ولكن معالم الأرض